تمشي تمشي عينك منا شباب حسروا قولي حسروا قولي اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم صوتكم اعزائي المشاهدين، حيث اقدمت القوات الحكوميه الليله الماضيه وصباح اليوم باطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز على المتظاهرين السلميين في ساحه الخلاني وسط العاصمه بغداد، اسفرت عن اصابه 17 متظاهرا بجروح مختلفه وسط مناشدات بوقف العنف المتزايد في الساحه ضد المتظاهرين السلميين. وفقا لمصدر طبي فإن مستشفى الكندي القريب من الساحة استقبل أمس 17 مصابا من ساحة التظاهر، وبين بأن الإصابات اختلفت بين حالات اختناق بقنابل الغاز وبالرصاص الحي وبقنابل وببنادق الصيد. وأشار المصدر إلى أن عدد من المصابين ما زالوا في المستشفى ولم يتماثلوا بعد للشفاء بسبب خطورة الإصابات التي تعرضوا لها. مفوضية حقوق الإنسان العراقية عبرت عن قلقها من استمرار العنف في ساحات التظاهر وطالبت بوقفه، وقالت المفوضية في بيان لها بأن فرقها تواصل رصد ساحات التظاهر وسط بغداد خلال اليومين الماضيين، معربة عن أسفها لاستمرار حالات العنف واستخدام القوات الأمنية بنادق الصيد وكرات الزجاج، مما أدى خلال اليومين الماضيين إلى استشهاد 3 من المتظاهرين وإصابة 58 بإصابات مختلفة في ساحة الخلاني. إلى ذلك تشهد المحافظات الجنوبية هي الأخرى تظاهرات يومية معبرة عن تضامنها مع متظاهري بغداد ومطالبة بمحاسبة مرتكبي العنف ضد المتظاهرين السلميين، وشهدت محافظات ذي قار والبصرة وكربلاء والقادسية وميسان ليلة أمس تظاهرات كبيرة أكد المتظاهرون فيها استمرارهم بالتظاهر حتى تحقيق المطالب، ومشددين على أن ثورة اليوم لا تختلف عن ثورة العشرين، منددين بالعنف ومجددين رفضهم لتولي أي شخصية غير مستقلة لرئاسة الحكومة الجديدة. طبعا يجري ذلك في ظل خلافات سياسية معروف بشأن تشكيل الحكومة، إذ لم تتمكن الكتل السياسية بعد من تجاوز الخلاف والتقارب بشأن مرشح جديد يمكن أن تحظى حكومته بثقة البرلمان، وسط رفض كما أشرنا للمتظاهرين لأي شخصية من داخل العملية السياسية أن تتولى الحكومة المقبلة. طبعا بعد بيان رسمي صدر عن مكتب عادل عبد المهدي في الثاني من الشهر الحالي أعلن فيه غيابه الطوعي، وتحدثنا عن هذه الفقرة في الحلقات السابقة، عن منصب رئيس حكومة تصريف الأعمال عقب إخفاق محمد توفيق علاوي في نيل ثقة البرلمان واعتذار عن التكليف قبل ساعات من انتهاء المهلة الدستورية. سجل رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ظهورين رسميين، واحد في البصرة وواحد ببغداد، وهذا الأمر دفع كثير من القوى السياسية ومراقبين إلى طرح جملة من التساؤلات حول المغزى من كسر غيبته كما جاء في صحيفة العربي الجديد التي أعلن عنها، وما إذا كان الإعلان عن إلغاء الغياب الطوعي مناورة سياسية من الأساس مدعومة من قوى وميليشيات لاستمراره في منصبه من مع قطع الطرق على رئيس الجمهورية برهم صالح لتفعيل المادة 81 من الدستور التي تنص على انتقال الصلاحيات لرئيس الجمهورية بحال انقضت المهلة الدستورية دون تسمية
رئيس جديد للحكومة. معنا اتصال أبو عمر من بغداد، تفضل أبو عمر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. حيا الله قناة الرافدين وحيا الله مشاهديها. يا هلا بيك. والرحمة على شهداء التظاهر والشفاء العاجل لجرحانا بإذن الله تعالى. يا هلا بيك. آمين يا رب. أستاذ عمر، بالنسبة قوات الشغب وقوات اللي من دمج وياهم من أحزاب السلطة اللي جاهزة تواصل في بغداد والمحافظات باغتيالات وبالاعتقالات وخطف الناشطين من ساحات التظاهر، واللي الجرائم اللي قاعد نشوفها واللي طالبنا بها الاتحاد الاوروبي والامم المتحده نطالبهم بالحمايه الدوليه لنزف لان نزيف هذا الدم الابرياء مستمر دون اي رادع. فماكو عندنا هنا اي مسؤول واي جهه توقف هذا النزيف، فاحنا نطالب باصواتنا للامم المتحده وكافه الدول بوقف هذا النزيف المستمر للشعب العراقي. هذول اللي جايين اللي قاعدين استاذ عمر بيحكمون اللي بالمنطقه الخضراء ما يهم هذا الدم اللي قاعد يسيل من ابناء العراق وابناء المحافظات اللي قاعد بيشوفوه بعينهم وبيسمعون بدون اي حساب. فالشعب العراقي اللي ما تواصل صار له 6 أشهر بساحات التظاهر، اللي طلع من اجل قضيه للخدمات وبعدين قمعوه بالقتل والاغتيالات، فيطالب بوطن وما اي مسؤول ما اجى بساحات التظاهر يفهم من العراقيين شنو مطالبهم وما اخذوا اي مطلب واستثمروا هذا الشعب العراقي. لكن الشعب العراقي يفهم هذول انه هم مو حسب ما يردون ينفذوا لهم، هم يعرفون الشعب العراقي يرفضهم وما يريدهم نهائيا من هذه الحكومه المستبده في رايها. واللي قاعد يطالبون بمطالبهم الخاصه هم يعرفون مطالبهم كل الزين وما ينفذوها وباقين مكانتهم مناصبهم ويحاولون ان يرشحون مسؤول او وزير لهم يمثل هذه الاحزاب الفاسده اللي قاعد تطمع بالعراقيين وماكو اي الها رادع. الشعب العراقي متواصل رغم القتل رغم الدم، الدم اللي قاعد يسيل عندنا ورغم الاغتيالات، الشعب العراقي ابدا لا يمكن ان يتراجع، ومهما كانوا راحوا من شبابنا انقتلوا باكر او بعد غدا ان شاء الله الثوره هاي تكون منتصره، واللي كتل هذه الشباب اللي في ساحه التحرير وكافه ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات لهم حسابهم، وكل ما زاد العنف فيهم كل ما زادت المجاميع بهم، كل ما انحكموا اكثر وكل ما سوف يستحقون للقضاء العراقي باذن الله تعالى. لم يهذب تذهب دماء العراقيين ابدا، فلينظر العالم بان هذه الحكومه وهذه الاحزاب السلطه تقتل في الشعب العراقي وتقمع فيه، وان الشعب العراقي متواصل من اجل قضيه هو حب الوطن واسترداد الوطن من هذه الحكومه الطاغيه الفاسده من احزاب السلطه وكافه الاحزاب التي تحكم من بالعراق من 2003 ولحد الان. والشعب العراقي احنا ما يتراجع نهائيا، مش ما راح احد واحد منا استشهد. أنا أشكرك أبو عمر من بغداد كان معنا. طبعا كذلك فتح الإعلان عن مقتل جنديين أمريكيين في العراق يوم أمس الاثنين باب الجدل مجددا بشأن مهام القوات الأمريكية في العراق ومشاركتها في عمليات قتالية مع القوات الحكومية وتحديدا قوات مكافحة الإرهاب، بعد سلسلة من التصريحات الحكومية التي حرصت على اعتبار تلك القوات استشارية ولا نشاط لها قتاليا في الفترة الأخيرة. الإعلان الأمريكي يضرب كل الروايات الحكومية السابقة، خاصة التصريح الأخير لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي اللي أنكر أي مهام قتالية للقوات الأمريكية وأكد بأن عملها محصور بالمهام الاستشارية فقط والتدريب، وأن العمليات القتالية تنفذها قوات عراقية فقط. كما قال جاء بعد ساعات من إعلان حكومي عن عملية ضخمة لها في مخمور شمال غرب الموصل. طبعا وفقا لبيان القيادة المركزية الأمريكية قال بأن جنديين أمريكيين قتلا على أيدي العدو أثناء تقديم المشورة كما قال ومرافقة قوات الأمن في العراق خلال مهمة للقضاء على معقل لداعش في منطقة
جبيلة شمالي العراق، ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى عن الحادث. هذا التصريح ومقتل الجنديين ينفي ما تتحدث به الحكومة حول أن القوات الأمريكية في العراق هي فقط قوات للاستشارة تقديم المشورة والتدريب. طبعا صحيفة ناشونال انترست الأمريكية قالت بأن العراق شهد ثلاث أزمات متتالية هي الأعنف منذ العام 2003، وعلى رأسها استمرار صراع الكتل السياسية على المناصب بالإضافة إلى تفشي فيروس كورونا والانخفاض الحاد بأسعار النفط. طبعا الصحيفة أكدت بأن أزمات البلاد مستمرة بسبب إصرار أحزاب السلطة على رفض مطالب المتظاهرين التي تدعو لإنهاء العملية السياسية بسبب فسادها ومحسوبيتها، وأشارت إلى أن أزمة تفشي فيروس كورونا خرجت من رحم الفساد وسوء تعامل المؤسسات الصحية معها. وأضافت الصحيفة بأن انخفاض أسعار النفط سيؤثر سلبا على الموازنة، لا سيما أن العراق يعتمد في 90% من عائلاته على النفط. معنا اتصال أم أحمد من بغداد، تفضلي أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور عين، أريد أحكي. نعم. بس تقاطعوني رجاء. تفضلي. يعني أنتوا تستمعوني. تفضلي. هاي مظاهراتنا وثورتنا والانتخابات اللي نريدها، لازم قبلها نغير نوع الحكم حتى على أساس تصير الانتخابات. إحنا ما نريد هذا البرلمانهم، نريد حكم رئاس واحد. إحنا عندنا تعادلية، فالواحد رئيس واحد يحكم على أساس تقوم الانتخابات. نعم. والموضوع الآخر المهم، كل مواضيعنا مهمة وكل شيء مرتبط بشيء. عبد المهدي وحكومته وتبعية إيران وأذناب إيران. نعم. العراق قالها قبل بالحرب العراقية الإيرانية، دقت ساعة الحساب يا إيران. والآن يقولها العراق دقت ساعة الحساب يا أذناب إيران. نعم. ما حد يسوي وماكو، وبعد ما حد يسكت لهم. اكو اكثر يقولوا لي تدخل ايراني، هذا مو تدخل ايراني، كانها محافظه مدينه احنا تابعه لايران، ويجي هذا مسؤولهم شمخاني وحتى يقول لهم سووا كذا وكذا. ولا والشباب بدها تروح، واليوم يبكون بساحه التحرير الشباب مهضومين على بلدهم. نعم. أنا أشكرك أم أحمد من بغداد كانت معنا. طبعا رسالة من آلاء من الزعفرانية تقول: السلام عليكم أستاذ، أشكر قناتكم المميزة واللي تخلي الواحد يبرد قلبه ويحكي براحته، أو القناة تفتح الباب للمواطنين يحكون بصدق وحرية، وألف تحية لكل شخص يحكي الصدق. نعم. طبعا اللجنة المالية النيابية حذرت من تداعيات المساس برواتب الموظفين بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق. وقال عضو اللجنة أحمد حاجي بأن الانخفاض الحاد بأسعار النفط أثر سلبا على موازنة العام والإيرادات بشكل عام، مشددا على أن الحكومة ملزمة بتأمين الرواتب حتى لو لجأت للاقتراض لتكون رواتب الموظفين مؤمنة حتى نهاية العام الجاري. معنا اتصال أبو زكريا من كركوك، تفضل أبو زكريا. الله يحفظك ابن محمد، الله يحفظ خلاص. عمر وياك، تفضل. الله يرحم شيخنا الجليل حظاري آمين، وترحم على شهداء العراق من 2003 لحد هذا اليوم، خاصة المتظاهرين هذول الشباب، الله يحفظهم إن شاء الله، الله يحفظ العراق. بس أقول لك شيء ابن محمد، صدق هسه نزل النفط، هذول وين راح يروحون؟ وين راح يروحون؟ من يمول العراق؟ والعراق مبيوك من 2003 لحد هذا اليوم. صدق ابني محمد بالقرآن العظيم، هذول الناس لا يعترفون بالمظاهرات، لا يعترفون بهاي مرض الكورونا، لا يعترفون بالنبي، لا يعترفون بالله. هذول الناس كفرة الله جابهم علينا يا ابن محمد بالقرآن الكريم. والله العظيم ما يعترفون
لا والله لا نبي، هذول الناس كفر الله جابونا حراميه سرسريه عزبسيه سالوا دحين بشوارع لندن امريكا ايران سوريا. انا نعرف عليهم ما اقدر اغلط عليهم لان يقطعوني الصلاة عليها، بس اقول نعرف الله عليهم، نعرف الله عليهم. وأي شباب العراقيين يدمروهم يطلبون من خضرها الخزيزين هالجايبين هذول، والله جاء حتى الكورونا جابوها وياهم هذول كل يومين رايحين ايران وجايين ايران. ابني محمد لا تكذبني عليك النبي عليك الله. ده اسمعك مو ده اسمعك ابو زكريا، عمر وياك مو محمد تفضل. حياتي عمر الله يحفظك يحفظ عائلتك يحفظ ويسلمك يحفظ ناموسك. لا تطعني يسوي خبر محمد علي فراش موت نايم علي 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 تعبان نايم فراش موت. لا تطعني ان شاء الله الصحة وعافية. والله العظيم والله العظيم هذول هم جابوا كورونا، هم جابوا الايرانيين، هم جابوا الارهاب، هم جابوا داعش، هم جابوا القاعدة للعراق قتل العراقيين خاصة السنة. بس هسه شلون اخواننا الشيعة قاموا عرفوا وشكوا ماكم العراق والعراق موحد ان شاء الله. الله يحفظ العراق آمين. الله يحفظ العراق الله يحفظ كل مكونات. يعني اشكرك ابو زكريا وان شاء الله صحة وعافية. معنا اتصال عباس من دبي، تفضل عباس. مرحبا استاذ عمر، اهلا وسهلا بك. كيف الصحة عزيزي؟ يا هلا بك حياك الله تفضل. احنا نريد شوية مداخلاتنا تكون يعني مهمة والكلام يكون واضح يعني. تفضل. رجاء يعني احنا نريد ننوه على 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 شغلة جدا مهمة. نعم. احنا الان يجب ان تدخل اممي حول هذه الزمرة من 2003 ولحد الان. والمتكلم والمتصل تراي رجال جعفري من أهل الناطرية. نعم حياك الله. بس الحمد لله والشكر ربعنا الآن وعوا زين. بالنسبة للدولة، الدولة مختطفة، الدولة مؤسسات ومفاصل الدولة مسيطرة عليها من العصابات والميليشيات، هذا شيء معروف يعني كل مفاصل الدولة. فهذا البلد أصبح مو آمن. هذول الآن يأخذون توجيهاتهم كيف أن يبيدون الشعب العراقي من 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 إيران. فيجب أن 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 الكل يعي هذا الخطر. هذا الخطر بسبب هذول الموجودين العصابة المتسلطة على العراق. الان انت 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 ما عندك مؤسسات دوله، لا تعتبر اكو جيش واكو ما اعرف ايش. كل الموجودين هم دمج، هم درجوا بالرتب كلها سرقه ومعروفه، الارشيف كله موجود. الان احنا كيف نخلي حد وضع لهذه العصابه اولاد الشوارع؟ وبالمناسبه عزيزي عمر، نعم اقول لك شيء للتاريخ خلي يسمعوني. مرجعية النجف شريكة شراكة تامة مع هذه العصابة والزمرة، لأن مستقبلها ومصيرها من مصيرهم، لأن تعرف هي من 2003 وعلى مدى 16-17 عام هي مع الأحزاب، هي شريكة بقمع الشعب العراقي وسرقة الدولة العراقية وتدمير العراق، ولا أخلاق ولا تعليم ولا صحة. وهذه نقولها للتاريخ، للتاريخ خلي يعرفون أنه الآن هاي الثورة يجب أن نحميها، لأن هي هاي راح تحقق كل العدالة الاجتماعية ويرجع العراق ونسيج العراقي يرجع واحد. أخي عمر سامحني على الإطالة. أنا أشكرك عباس من دبي. كان معنا أم كرار من الديوانية، تفضل يا أم كرار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك خويا عمر؟ يا أهلا وسهلا بيك. والله هذا السؤال آني. تفضلي. يعني أربع أشهر المظاهرات دخلت بالرابع الشهر الخامس.
زين من طلع لهم يا مسؤول يا حزبي يا واحد يا الفقد عينه والفقد ايده والفقد رجله والفقد حياته والفقد جسده، يعني ياهي وهسه شيء هاي الامراض هسه اللي اجت للشعب العراقي. شنو ذنب الشعب هذا؟ شنو ذنبه؟ من طلع وقال له شنو طلباتكم وشنو تردونه؟ دخلنا الشهر الخامس يا استاذ عمر. شنو ذنب الشعب هذا؟ شنو ذنب الشباب هاي الراحل؟ شنو ذنبها؟ شنو يعني شنو؟ حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم. يعني من باوع لهم الله يا اخي يا استاذ عمر، باوع لهم بالتلفزيون يعني عيوننا تجري بواسع عليهم. شنو ذنبهم ذولا؟ من طلع لهم وقال لهم شنو تردونه وما تردونه؟ وانا اشكرك يا اخي يا استاذ عمر. انا اشكرك ويحفظك ربي ام كرار. طبعا الناس طلعت حتى تغير هاي الطبقه السياسيه، لان لا يرجى ولا يؤمل منها اي خير. مثل ما انت ذكرتي احنا خلصنا خمسة اشهر ودخلنا بالسادس، ولغايه الان هم مشلبين بمناصبهم ويراهنون على الوقت حتى يظنون انه الشعب راح يتراجع بهذه التظاهرات. بالعكس ده يزداد اكثر واكثر، لان صار ل 17 سنه صبر عليهم وماكو فايده، فقال لك خلص نطلع عليهم ونغيرهم. رسالة من أحمد فخري من الدنمارك يقول فيها: حييك أستاذ عمر وحي المشاهدين الكرام، الله يحييك. يقول: بالنسبة للأمم المتحدة فأرجو أن لا يعول العراقيون عليها، لأنها ليست منظمة متزنة تخاف على مصالح باقي الدول، بل هي منظمة مسيرة من قبل بعض الدول العظمى، وكان ذلك واضحا وجليا بحيث أن القرار 242 الذي اتخذته الأمم المتحدة ضد إسرائيل عام 67 لم تنفذه إسرائيل، ولم تتخذ الأمم المتحدة أي عقوبات ضدها. لذا وجود مندوبة الأمم المتحدة جنيف بلا سخارت هو مجرد إجراء روتيني، وليس من المفروض أن تقوم باتخاذ أي قرارات ضد هذا أو ذاك. ولكم جزيل الشكر. معنا اتصال علاوي من بغداد، تفضل علاوي. طاب الله المساء على هالوجه، الله يسلمك، نوراني، حياك الله. يا رب إن شاء الله دائما الاطمئنان وراحة البال للجميع، على كل طبعا مشاهدين الإذاعة الجميلة الروعة والله العظيم، وعلى المقدم الراقي الذواق أستاذ عمر فدوى العيون الغاليات، وللمخرج اللي صاحب الإخراج واللي صاحب الاتصالات كل الحب والاحترام لكم من كل قلبي. الله وأتمنى يسلم. من الله العفو والعافية لكم ولنا. آمين يا رب. طبعا أستاذ عمر الحلقة بيها وما بيها، إحنا العراقيين حرامات يا هلجا صفقنا له مع كل الأسف، اللي لحد الان الناس اللي مسنوده اللي تاخذ رواتب من الاحزاب وتتباوع على هالناس اللي تتقتل، ولد عمهم ولد خالهم واخوانهم حرامات والله. كان اهلنا يعني الوالد الله يرحمه ويرحم والديك، الله يرحم الجميع، بالقصه استاذ عمر. نعم. يقول اذا انشالت فانشالت الغيره، الغيره انشالت من هاي الناس اللي مسحيتوا الخسته والعار عليكم، اللي هاي الشعب والبنات والشباب الحلوه اللي راحت اللي ضحت بعمرها، يعني انتم ما عندكم اولاد؟ مسحيتوا هاي الخسته اللي قدام العالم وقدام كل الامم المتحده وقدام العالم كله، يعني معقوله ما عندكم بيتكم تلفاز تباعون بين الشعب؟ هو الكلمه ترى للشعب مو الكلمه للحراميه استاذ عمر. نعم. احترامي وتقديري لكم والمتابعيكم، الكلمه للشعب للناس الاشراف مو للناس الحراميه اللي انتم بكتوا الشعب هيكلتوه هيكل، خليتوه جلد هيكل بدون عظم، حتى العظم اذا تخلوه فالعظم ما عذاب من وراء الفلوس اللي عيشتوا بها الترافه وعيشتوا الراحه وعيشتوا عوائلكم واولادكم، وحرامات يا ريت الفلوس اللي طلعوهن وباقوهن من العراقيين طلعون على شيء يسوى، طلعوا على احمد بن المالكي اللي طال عراق بالسياره اخر موديل يتفيك بيها زين عيني. نعم. ويفتر بيها بالدول الاوروبيه اللي مالك ومالتك اللي انت هسه طالع، والله العظيم انا اعرف انت لو عندك بلد بخير وعندك موطن بحظ وبخت ما كانت طلعت هسه انت خارج بغداد تقدم، صح لو غلط؟ امان الله ورسوله. نعم صحيح حكينا لو غلط؟ نعم أمان الله. نعم. بس احنا مع كل الاسف لا عندنا ناس يجوا يحموا هذا البلد بيهم حظ وبخت، اللي كانوا يبيعون سبح
وكانوا منهزمين خارج العراق يحركون على العراق حتى في سبيل دي يتنهش تنهش. مع كل الاسف والله مع كل الاسف ايش قد ما نحكي استاذ عمر ما يفيد نتعب. وانا ما اريد اطول على المستمع الوراي افتح مجال. انا اشكرك اخي علاوي من بغداد كان معنا. رساله من عبد العالي من الصور يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يقول اللهم احفظ العراق واهله من الاحزاب والفاسدين وشكرا. تحياتي لكم اجمعين واحترامي قناه الرافدين، الله ينصركم. شكرا اخي او اختي العزيز. مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه، ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. اليوم 9 آذار، تفضلوا الإيرانيين داخلين كربلاء على واحد منهم، تفضلوا هذا واحد منهم، دول اللي جوا دخلوا هسه الكربلاء وما نعرف شو راح يصير بعد. ها تفضلوا، هاي بث مباشر، هاك تفضلوا. هذا دول الإيرانيين لو الكربلاء. هاي الإمام الحسين وهاي شوفوا شوفوا دولا. ها استوهم دخلوا. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، معنا اتصال أبو اسكندر من كركوك، تفضل أبو اسكندر. أبو اسكندر تسمعني؟ نعم أسمعك. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ عمر الله يحييكم ويحيي قناتكم أبو عمر. حياك الله. تفضل. حياكم الله، الله يخليكم، الله يخلي قناتكم هم وال أخي. هذا هذن المجرمين هذن الفاسدين جايين من عملاء الإيرانيين كلهم، كان بوقت ذاك كلهم في الخارج بالإيران وبتركيا وبسوريا، كان حتى جايين هذين مو عراقيين، والله مو عراقيين، وعراقيين كان قلبهم كان يحدى على هاي الشباب. هاي الشباب يروح يوميا يسوى نعم. طبعا هناك اكو مشكله بالصوت. نعم. مو احزاب، اذني مو احزاب والله. اذن عملاء الايرانيين جايين يسرقون اموال العراق ويدمرون العراق، اذن يدمرون، دمروا الشعب العراقي من الشمال الى الجنوب، كلهم فاسدين من الشمال الى الجنوب، كلهم فاسدين والله. نعم والله بسمع. العظيم اذن الله ينتقم من عندهم ان شاء الله. ما عندهم نسوة، ما عندهم اولاد، ما عندهم اسنان، ما ولا بالهم على الفلوس بس.
هم بايعين نفسهم ونسوانهم واولادهم للايران وللخارجين هذني. نعم. ما عندهم شرف ولا عندهم غيره، لو عندهم غيره كان يشيلون شغلاتهم ويطلعون من العراق. نعم، انا اشكرك ابو اسكندر من كركوك واعتذر منك لان اكو مشكله بالصوت. علياء من واسط، تفضلي علياء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أي أشكر قناتكم على هالبرامج. أهلا وسهلا. دائما تطلع يعني دائما نقول هي مفيدة بس جواب ما إلها، يعني جاي إحنا نتابعها بكل وقت كل الأيام. أيني بالنسبة لهذا برامجكم يطرح كل المشاكل بالنسبة للانتفاضة هاي مالتنا مال الثورة والأشياء اللي تحصل بالعراق. بس أنا بدي أعلق على شيء واحد، يعني بالنسبة هاي الموازنة يقول والحالة هسه اللي مر بيها هبوط ورواتب وما أعرف إيش، هم رواتبهم ما يعطونها البرلمان الانتشار ما يعطونها. نعم. الموازنة وما أعرف شنو هذا الأشياء قاعد يصير، هسه بالنسبة إحنا خمس واسع صار أربع أشهر قاعدين كل شيء ماكو، لا شغل لا عمل، ثاني موازنة موازنة وبعدين كل شيء ما جاي يصير. نعم علياء. قطع اتصال مع علياء من واسط. طبعا النائب عن محافظة ميسان دلال الغراوي قالت بأن الحكومات المتعاقبة ترمي أعباء السياسات الاقتصادية الفاشلة على عاتق الموظفين، وحذرت النائب الحكومة والجهات ذات العلاقة من المساس برواتب الموظفين، وأشارت إلى أن تداعيات الأزمة المالية ستكون وخيمة في حال عدم إنصاف هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع. أضافت بأن الحكومات المتعاقبة رمت أعباء السياسات الاقتصادية الفاشلة على عاتق الموظفين بذريعة تقليص النفقات وتقليل العجز في الميزانية. طبعا لجنة متابعة البرنامج الحكومي النيابية قالت بأن انخفاض أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا سيعصفان باقتصاد العراق، وأوضح عضو اللجنة النائب محمد شيع السوداني بأن العراق لا يمتلك موازنة للعام الحالي، كما أن الإيرادات المتوقعة لا تغطي حجم رواتب الموظفين بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط. أكد السوداني بأن العراق أمام كارثة اقتصادية تؤثر في الوضع العام للبلد، بالإضافة لأزمة سياسية خانقة بعد عجز القوى السياسية من تكليف أو عن تكليف شخصية توافقية لرئاسة الحكومة. النائب عن تحالف القوى رعد الدهلكي قال بأن رواتب المتقاعدين والموظفين خط أحمر كما قال لا يمكن المساس به لمواجهة عجز الموازنة. أضاف بأن هنالك العديد من الأبواب في الموازنة التي تتضمن نفقات لا معنى لها، ومن الأجدر تقليصها أو حذفها نهائيا كونها أثقلت موازنة البلد وتسببت بهدر المال العام وعلى رأسها رواتب رفحاء. وأكد الدهلكي بأن على الحكومة ألا تذهب لأرزاق الفقراء لتقوم بقطع رواتبهم لمعالجة هذا ما يحدث من انخفاض لأسعار النفط، ويجب أن تكون هناك عملية اقتصادية تأخذ بالحسبان رواتب الموظفين. رئيس حكومة كردستان العراق مسرور برزاني قال بأن الوضع المالي في العراق يمر بحالة صعبة، وأضاف بأن تفشي فيروس كورونا لا يعد مشكلة صحية فحسب، بل له تداعيات اقتصادية لا سيما مع التراجع الحاد في أسعار النفط في الأسواق العالمية. وأوضح برزاني بأن إحدى الصعوبات التي تواجه العراق هي تنويع مصادر الدخل، وأكد بأن خطط تنويع الاقتصاد تواجه الكثير من المعوقات بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في العراق. ونحن مثل ما شفنا قبل شوية بالمقطع فاصل الوسط كيف أنه أحد المواطنين من محافظة كربلاء يصور دخول الإيرانيين واستمرار دخول الإيرانيين إلى العراق. طبعا النائب عن ائتلاف النصر عدنان الزرفي قال بأن عجز الموازنة العامة بلغ 56 تريليون دينار بسبب زيادة انفاق الحكومة كما قال. أوضح الزرفي بأن حكومة عبد المهدي لم تستطع استثمار موازنة العام الماضي كما أثقلتها بتعيينات جديدة كما قال، وأنها التعيينات خطيئة والناس طالعة تظاهرات والدور تعيينات وماكم، كمحاولة لتهدئة المتظاهرين كما قال. وأشار إلى أن واردات المنافذ الحدودية البالغة قرابة 10 مليارات دولار لا يدخل منها إلى خزينة الدولة سوى مليار فقط، يعني 9 مليار بتجيب الجماعة ومليار يروح لخزينة الدولة كما قال عدنان الزرفي. طبعا النائب عن تحالف الفتح عبد الأمير تعيبان قال وأقر بأن جميع الكتل السياسية فاسدة، وأضاف بأن النظام السياسي بعد عام 2003 فاسد
وباس كما قال، وأكد بأن جميع القوى السياسية تبحث عن رئيس وزراء ضعيف لحمايتها، لافتا إلى أن اللجان الاقتصادية تمتلك سلطة أعلى من جميع الوزراء. طبعا خبراء اقتصاديون حذروا من ارتفاع العجز التقريبي في الموازنة العامة للعراق إلى أكثر من 51 مليار دولار، وأكدوا بأن العجز التقريبي في الموازنة جاء على خلفية أسعار النفط المرتفعة التي أدرجتها الحكومة في الموازنة في ذلك الوقت، اعتمادا على سعر برميل النفط ب 56 دولار، فيما وصل سعره حاليا إلى ما دون 30 دولار، يعني وصل إلى تقريبا 26 دولار سعر البرميل. نجي على الأخبار الصحية في العراق. طبعا مدير صحة الكرخ في بغداد جاسب الحجامي اتهم وزارة الصحة بالفشل وانعدام الثقة في التصدي لفيروس كورونا، وأكد بأن أداء وزارة الصحة إزاء تفشي الفيروس في العراق جاء هزيلا، لا سيما في قسم الإعلام التابع للوزارة، وأشار إلى أن الفجوة بين الناس والوزارة أصبحت كبيرة جدا بعد الأداء الفاشل لبعض المفاصل المهمة في الوزارة، ومنها الإعلام ودائرة الصحة العامة المعنية بالدرجة الأولى بالتصدي لمرض كورونا. وأضاف مدير دائرة صحة الكرخ بأنه وغيره ومن المدراء العامين لا يثقون بما يصدر عن قسم الإعلام ودائرة الصحة العامة بالوزارة. إذا هذا مدير عام بوزارة الصحة يتهم الوزارة اللي هو بيها، لعد الله يعينك يا مواطن. أبو زهراء من العمارة، تفضل أبو زهراء. يا الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يا هلا بيك، تفضل أبو زهراء. أستاذ عمر، الأمثال تضرب ولا تقاس، ولكن بعضهم تصاب. نعم. قامت، هذا بالمثل يقول، قامت تاكل بجلالها. أنت لما أنت النفط قد عندك، النفط صار ضعيف السعر ماله. نعم. على الموظف تريد تاكل راتبه بعد، كيف يعيش مثلا؟ شياكل. نعم. أنت قيادتك فاشلة، أنت تعرف نفسك قائد فاشل، أنت ما عندك قيادة للبلد. اخرج من البلد وخل الناس تقوده وتوصله إلى مرحلة عليا. نعم. أنت فاشل بقيادتك، هاي وحدة. وحدة الثانية، إحنا عايزين أمراض، أقل واحد فينا سكر وضغط وموجلطة، جايب الإيرانيين وهذا المرض مدرش اسمه كورونا مدري كراون. نعم. مطبوبهم تساعده سد الحدود عليهم، وفي مال الله هي مدة وقت شهر شهرين، وإن شاء الله تعود لأحبابك، ما حد لازمك من عندهم يا إيراني يا ذيل. والله مللونا يا أخوي، هذا انتهينا منه، صار لنا 4 أشهر بالمظاهرات سلمية ما تفيد وياهم أستاذ عمر. نعم. وخوية لا تفيد وياهم، وهم لا عندهم خط، رجعوا يقولون إحنا أكس باير انتهينا، هذولا ما يفيد وياهم إلا القوة، صدقني. نعم. ما يفيد وياهم إلا القوة يا أستاذ عمر، وأنا أرجو المعذرة على الإطالة. حياك الله أبو زهراء من العمارة، كان معنا رسالة على الواتساب يقول: السلام عليكم، وأسأل الله أن ينصركم على الفاسدين، وندعو للعراق بالنصر إن شاء الله على كل فاسد يريد الشر للعراق. رسالة أخرى يقول فيها ابن العراق، يقول: أنا شاهدت شخصيا سيارات نوع كوستر تحمل إيرانيين، وأكثر من مرة قبل يوم وقبل 4 أيام في طريق المحمودية كربلاء، والسيارات واقفة في سيطرة الحصوة، دليل واضح يقول بأن الحدود غير مسيطر عليها، لعد وين الحجر الصحي الخبص تونبي. معنا اتصال أم علي من بغداد، تفضل يا أم علي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أول مرة الرحمة والغفران لشهدائنا، شهداء العراق، شهداء الثورة. آمين يا رب العالمين. وأشكر قناتكم المنبر الحر. أهلا بيك أخي. بالنسبة للحكومة، يعني الحكومة عسى هم اللي جاي ما يسدون الحدود، وهاي جاي يرجعون ذول ويجيبون علينا ذول، هم أكبر فساد، هم المرض، هم اللي مرض، هم اللي جابوه علينا، هم أكبر مرض. نعم. ألو، أسمع. أيه. شو علي، هم أك...
اكبر مرض اللي جابوه علينا هم يعني الفيروس اللي جابوه علينا منين؟ هم اللي جابوه علينا، هم اللي دبوه على الشعب هذا. يعني ما فتهم بعد الدماء هاي، الخراب هذا، البنى التحتيه، دمرون الشباب نسان، شنو ذنبها اليوم هي جاي تنقتل بدم بارد. والله العظيم احنا نبقى نتظاهر عليهم منا لحد ما يعني اخر سلم نزيحه من الحكم هذا. نبقى نتظاهر عليهم. نعم. واحنا اصوات المراه احنا اللي راح نسقطهم. واحد من بعد واحد، والله العظيم. مو عسبالهم هم بعد خلاص يعني بقوا بالحكم، لا، بس ان شاء الله ننتصر عليهم. فبحيل الله. وعندنا اراده والله لازم ننتصر عليهم. وهاي التقمه الفاسده من اكبر هرم لاصغر هرم. الله يطيحهم. والله العظيم. لان دماء الشهداء ما تروح هدر ان شاء الله. هم لها حوبه يعني يجي يوم ان شاء الله هاي الدم ينتصر عليهم. نعم. مثل ما انتصر الامام الحسين عليه السلام، انتصر الثورة انتصرت على الكفرة، احنا هم ننتصر عليهم ان شاء الله. هاي ثورة الاصلاح لزوما لزوما لزوما. اي واحد يعني خلي يحط بباله بين العراق والله العظيم بيحوبه ودمه ان شاء الله ما يروح هدر. الشباب هاي ما تروح هدر دمها. وانا اناشد كل الدول ذيك ان تشوف العراق. يعني ليش عن العراق ما ينظروا له؟ ليش يعني واحد من كل الدول ظالمي؟ ليش لكودن يعني شو نسوي احنا؟ كان خيرنا نفيض على كل الدول ذيك. هسه العراق تخلت عنه عبن طاح بمحنه كلها شالت ايده عنه. ليش شو نسوي العراق؟ احنا كل الدول كانت قبل عايشه من خيرنا من فلوسنا من نفطنا. حتى العراق مو زين صار لكو ما صارت ما بلا لا بنى تحتيه لا بي. هم منو اللي اكلنا؟ هم نفس ايران وامريكا هم اللي دمروا العراق. هم اللي خلونا هسه هاي اخرتها. اكلوا حلالنا، البنى التحتيه فلشوها، وهاي اخرتها. الشباب يوميه يعني الدم بارد. ليش؟ شو مسوي الناس هاي؟ الميليشيات هاي دمرتنا، والله دمرتنا يعني خلت العراق كلش يعني هسه كل المحافظات ما مستقره تبقى هاي الميليشيات الاحزاب. يعني احنا خلت بينا بعد العمايم؟ سوت بينا العمايم، والله دمرتنا العمايم. هسه احنا والله العظيم يعني من على الساعه السوداء اللي طبوا بيها انا وقعدوا ونصبوا نفسهم. الله ينتقم منهم ان شاء الله. يعني والله العظيم كارثه هاي. كارثه جاي يقتلون بالوادي، شو نسوي هاي الناس؟ الله ينتقم منهم. هاي العمايم هاي الجايفه اللي اوضتها علينا انتقام اسود. واحنا ناشد من هذا منبركم الحر ان نوصل صوتنا يكون يعني كلش. خلي سمع الملا يسمع، ولو الناس هي ضميرها انتهى بعد، يعني ما ظل بعد ضمير عندها. الناس بعد من يشوف العراق بعد تسكت خلاص، يعني ما تجيب طاريه. اسمع وتسكت. بارك بكم الشباب العراق. انا اشكرك ام علي من بغداد، كانت معنا. ام حافظ من بغداد، تفضلي ام حافظ. أم حافظ انقطع اتصال مع أم حافظ من بغداد. طبعا النائب السابق ماجد شنقالي قال بأن نسبة الوفيات في العراق جراء فيروس كورونا هي الأعلى عالميا كما يقول. طبعا أضاف النائب السابق، مع العلم هناك دول يعني سجلت أرقام هائلة مثل إيطاليا وإيران، قال بأن نسبة الوفيات عالميا من جراء الفيروس لا تتجاوز 3%، بينما قاربت النسبة في العراق 10% من حالات الإصابة المعلنة. نعم، إذا من حالات الإصابة فيعني كلامه يعني أقرب إلى الحقيقة، ما يعني بأن هنالك عدم شفافية كما قال في الإعلان عن أعداد الإصابات المعلنة رسميا. وإذا كانت أعداد الإصابات صحيحة فإن ذلك يعني بأن النظام الصحي في العراق في حالة شبه انهيار. القيادي السابق في التيار الصدري أسعد الناصري هاجم بعض المعممين داعيا إلى عدم تصديق ما سماها بالخرافات. وقال أسعد الناصري الذي جمد مقتدى الصدر نشاطه بعد دعمه للتظاهرات، قال بأن الكثير من المعممين جهل في اختصاصهم فضلا عن اختصاصات بعيدة عنهم داعيا لعدم تصديق خرافاتهم وما سماه بخزعبلاتهم. وأكد بأن همهم هو الحفاظ على
رأس مالهم عبر تمرير الأوهام وتضليل العقول. تابع بأن كورونا وباء يشكل مخاطر كبيرة على حياة الناس، وأن الحل هو الالتزام بما يقوله العلم ويقرره الطب. يأتي هذا بعد أن دعا عدد من المعممين لمواصلة زيارة المراقد وعدم خشية الإصابة بفيروس كورونا. أم حافظ تعاود الاتصال بنا، تفضل يا أم حافظ. أم حافظ. إيه عيني. تفضلي. ألو. نعم. ألو. أسمع يا أم حافظ، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك يوم؟ يا هلا بيك، الله يسلمك يوم، تفضلي. يما يعني هاي الحكومة دمرتنا. كيف عاد؟ أمانة الله ورسوله، أمانة الله ورسوله. نعم. هاي كل كلام دا أقوله. هذولا مو شغل. مو شغل ذولا. خصمون بالكسرة. هذولا طوارئ. طوارئ ولابسين السؤال بوجههم. زين؟ وهم هذولا يضربون بالمظاهرين، وحسب الله نعم الوكيل. إن شاء الله دم الشهيد ما تروح. إن شاء الله دم الشهيد ما تروح. وفوقها عبد المهدي يريد يرجع. على لا وجه ترجع. على لا وجه ترجع. زين؟ هذاك مرتد تجيب وداه للخارج. مريال جيب مرتد. والعالم هنا تقدم من النفايات. زين؟ نعم. حسب الله نعم الوكيل. حسب الله نعم الوكيل على هاي الحكومة القسرة. الله جابها علينا. يعني خلي يباعون على العالم، خلي يباعون على الناس. يعني ما يصير يتي، ما يصير يقول أكل ولا عم أكل من أوصاف. يعني الله اشتغلوا له، الله اشتغلوا له. أنا بلبل مات، بلبل مات. رحت البيت بتي، رحت بجدينك وبلبل مات. وما بالبيت ما طبيت. الله يساعد أم الشهيد شلون الطب البيت وغنى ماكو. أنا دايشين الخطية، مو حرام عليهم. ليش؟ دائما تضربون، تضربون الدعش. حتى اليهود قلبه ينكسر. يعني انتوا البرلمان ولا واحد من عندكم مسلم، كلكم يهود. حتى اليهود قلبه ينكسر. شنو انتوا؟ شنو؟ شنو انتوا؟ حرام عليكم بابا، حرام. لا حول ولا قوة الا بالله. حسب الله نعم الوكيل. حسب الله. والله انا من يوم 25، من يوم 25 أنا هناك بالمظاهرات. حتى شمر علي ومهجار قال لي أنت ما تخافين على روحك؟ لا أنا خايف. شنو أحسن من ذول الشباب؟ وياك الصدر متنق من الدخانية، دبوا علينا دخان. وياك الصدر لحد الآن متنق علي. وهاي يومية أروح أعجننهم وألقى اسمع الله ودي بدي وأي. أروح الصبح وأجي بالليل. نعم. الله يجزاك بالخير ومحافظ. يعطيش الصحة والعافية. محافظ مشاركة من يوم 25 بالشهر تقدم المساعدة والمعونة للمتظاهرين. الله يعطيك الصحة والعافية وطولة العمر. الله يحفظكم يا رب. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.